السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كرة المرنجي كريم بنزيما، امشي كريم، كريم بنزيما، والتسديدة الأولى على أليسون بكر، زعيم العصابة ورأس هجوم المرنجي، 70 يتقدم عن طريق كريم بنزيما، حلوة، يلعب الكرة 29 مرة تأهل، 6 مرات خرج، صلاح يخرج، كاس فينيسيوس، التمهيد والأحلى، مودريتش وفي خطأ، يمشي مندي، حط الكرة مندي، مندي بالرأس، فينيسيوس جول. فرصة كبيرة للمرنجي، الريال كررها أفضل في بدايات المباراة، يلعب الكرة للريال في الدفاع، الليفر خطيرة يحاول، وين الهربة؟ حتى قدام راسه، ولعها جول للمرنجي، 1-0 للمرنجي، جيب الحماية، أوزان التركي ضاع وسط الزحام، والبرازيلي لفلاش السهم، يهرب فينيسيو، يمشي بنزيما، حط الكرة ستار الثاني، يضرب الكرة والهدف الثاني ضاع، فينيسيوس. يسجل شطر هدف في 20 عام، اليوم كاد يسجل كروس، ماذا يفعل؟ فرصة، ما هذا على بولك الأبيض؟ ما هذا على سلطانك الأبيض؟ ما هذا على نجومك يا مدريد؟ الأبيض الملكي يمتلك البطولة، يمتلك التلك يا كباب، يا كباب، مش ممكن، فرصة عادي عادي في المعادي، تمشي كرة بالرأس، هاي العودة، وكرة على خطأ، كرة على خطأ ضد كباك، خطأ على كباك، الأول قد يكون مفاجأة، ترجع بالرأس خطيرة، طبعا 31 حسب له ماتش اليوم مؤقتا، خطيرة، طريق ديوغو جوتا، جوتا 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 جوتا، مش ممكن، صلاح وهدف، وهدف من محمد صلاح، هدف من صلاح المطالبة بالأوفسايد، ننتظر الصورة، الفار سيؤكدها، هذا الأحمر غير عادي وصلاح استثنائي، هدف الأوروبي رقم 37، محمد صلاح في 5، الهدف هدف التعادل، يضغط الكرة، في دقيقتين جابوهم، يمشي أسينسيو، أسينسيو كريم، أسينسيو، بنزيما، والدفاع دين حلوة، صلاح يعمل الثغرة، يوزع كورة، الرأس من التير، بالك من بنزيما، ماذا يعمل الدفاع؟ مش ممكن، وفرصة ضاعت على المرنجي، توني كروس رجل المباراة، كاد يسجل الهدف الثالث، ماي كابيتانو، الكورة في الانطلاق، خطيرة العرضية، جوتا وجول، مش ممكن، ما أنقذه مندي. ما انقذه مندي اكثر من رائع، المدافع الاصرار، يدخل مودريتش خطيره، والهدف الثالث للريال مدريد، الترسارو ديل مرينجي، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ضاعت كوره الراس راس، وما يدريك لعلها لا تكون احلى باس، العبت متو الكوره مره اخرى، يمشي بكرة طويلة وبالراس، ويني هربة، والكرة بنزيما، والهدف، يلعب الكرة صلاح، التمهيد على منطقة الجزاء، الكانتارا، ملا كرة، هذه بأمال العودة، ولا كيري أرنولد عرضية، صلاح يبقى الأخطر والأهم، والكرة شاكيري، والكرة ضرب، تياغو باسر، يمرر الكرة صلاح، تمشي صلاح الشوط، رودري خلصها يا رودري، رودريغو، لعبة خطيرة لبوروسيا دورتموند، والعودة الموفقة وخروج موفق من هنالك من ادرسون، يخرج الكرة ضربة مرمى، يقول حكم المباراة لصالح بيرينغهام، سلام، اول كرة صعبة وخطيرة لعناصر بوروسيا دورتموند، هاي لا ولا تسديدة فودن دي بروين، ورياضو جول، طبق يا دي بروين في رمشتين في أربعة وحدة، فودان لرياض ورياض لدي بروين، تمريرة من ذهب لرياض ودي بروين وجول، رويس، يا سلام، تخطي تدفع ثمن غالي، دي بروين
الجزاء يحتسبها حكم المباراة لمانشستر سيتي. دورتموند خلها لفودن. خطأ من حسن حظك، من حسن حظك يا إيدرسون، الحكم احتسب لك خطأ وإلا كان. فودن للخلف، كناوف يدخل باليمنى وباليسرى، رجع كرة خطيرة جريرو، برناردو استلم، برناردو رياض، فعلها النرويجي الغول، سلو لعبة خطيرة الكرة هذه لصالح عناصر دورتموند. فودن على الجهة اليمنى، فودن يدخل، فودن صعبة، فودن ووكر يبعد رياض، ووكر الجهة اليمنى، التغطية من فودن، اولالا موش متسلل، الكرة صعبة، جابريال، فودن ديرو امرويس الدفاع خطير، رودري جيفن، دي بروين راحت. فودين هرب، فودين خل، فودين راح، فودين والتوزيعة خطيرة من زوج لاعبين أمامه، مر فودين خل، فودين أرضية، ما زال دي بروين يمر، يدخل دي بروين، كيفن دي بروين، كيفن دي بروين كاد يفعلها على رياض مرة ثانية، حاول يمر رياض والتوزيعة في القائمة الثانية، رياض خطير، فودين خل، فودين راح فودين غير محدود تماما. فودين اليوين، دي بروين، فودين، اولا لا رائعة من فودين، اولا لا بابا جول، ماركو رويس يعدل النتيجة لدورتموند في الدقيقة 84 ويسجل أول أهدافه في دوري الأبطال. كرة دي بروين باليسرى، كرة ممتازة، قائمة ثانية، جوندوغان وفودين وجول، بعد أربعة فرص سجل واحدة فودن في الدقيقة. قدروا شوم أشلي يونغ يرفع كورة للسيب، شبكة في الشبكة، عن طريق الغول، عن طريق لوكاكو وكرة بالشباك ساسولو، لوكاكو والهدف رقم 21 لهذا الوحش، لهذا القطار، قطار الموت، صعب الشبكة، كوي مرر للتارو، لوتارو الثاني، الهدف الثاني عن طريق لوتارو، هو الثنائي المرعب، هو الثنائي لولا، الثنائي الرهيب، لو يمرر ولا يسجل، لوكاكو للوتارو، توريتسيتش والخطا موجود، الحكم تلفاتش، هدف لساسولو، ساسولو يسجل، الحكم عم طيل السباقية، وكرة صعبة على الحارس امبروفيتش. يسجل ما غاب في السنوات الثلاث الماضية، كرة بمحاولة عرضية خطيرة، الأخطاء في الأولى لا يمكن بأن يخطئ في مرتين، يسجل أول أهداف في اللقاء والدون يعطي الأفضلية لأصحاب الدار، وبعيدة نجح في الوصول إليها من جديد، وصلت إلى بنتاكور، ديبالا، انسيني يسجل هدف التقليص 2-1 الآن، هنا من
الإسرائيلي أودى الفريقان وبأي وضعية وبأي معطيات ديالو 22 بينما نتابعون أول انسلال وأول انطلاقة وأول كورة ولكن مرة جانبية بعد ذلك مباشرة في الانسلال الفرنسي لوكا والبافاري يبدأ قوية بالركنية والراسية والعارضة هي ممكن ولكن الصافرة الإسبانية توقف الهجوم البافاري وبالتالي هنا الامتياز باريسي. إذا برازيليا يمشي نيمار نيمار مرة كرة كرة جول كرة جول جول جاك الذي لا يرحم جاك يا نوير إنه مبابي إنه الملك إنه الكينج مبابي يا ممتاز ماذا سيفعل توماس العرضية توماس مولير وتوماس وتوماس وكرة كيميتشو جدار الجدار الباريسي قبل جدارك يا نوير عنده 6 بطولات وباريس سان جيرمان يطلب أكيد ينشد البطولة الأولى ويتمنى تحقيق الحلم باللقب الأول في مسيرته على مستوى الشامبيونز ليج هكذا اسمية بالنسبة لداكبا في مباريات الإقصائية مع البي إس جي بينما كورة وكورة سيلفا إذن تلعب هذه الركلية كيميش في القائمة الثانية كيميش وأمامه توماس مولير هنا الكرة العرضية ولكن موس يصعد كذلك لعب كيمبمبي مرفوع الكرة قبل أن نتحدث عن الفرديات بينما كرة داني في التحديات الكبرى يسجل هنا الكرة العرضية نافاس كرة التعادل صاني ينادي كنترول جميل تسديدة نافاس نافاس وحده يقف هنا امام الدائرة الايمن بافاس يتحدى ولكن الى متى هنا الراسية ولكن ضعت يا دي ماريا الضغط عالي 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 جدا الموجة الاحمر يا فليك يا دار في هذه اللحظات وبالتالي العبء يزداد عنا السلام عن طريق العب صاني كومان ينادي يفعلوا لي توماس مولير يرفع كورة وكومان كومان وداكبا كومان مر كومان انسل كومان ولكن المدافع الاوسط يتدخل ماركينيوس يجيب باريس سان جيرمان يجي اليمنى تلعب هذه الركنية مرة جانبية مرة جانبية هذه الكرة يا تشوبو مويوتينغ والإعادة مرة أخرى ومبابي ينسل يمشي مبابي يمرر دراكسلير كان في الانتظار دراكسلير هي العرضية نيمار من جديد والكنترول خطيرة ماركينيوس جول ماركينيوس جول غادرهم ماركينيوس غادرهم ماركينيوس أين كان المدافعون وحده ماركي فرصة والمرور نيمار راح نيمار راح نيمار راح نيمار راح نيمار يبقى التوازن نيمار في شوارع بافاريا يستغل نيمار عنده ديفيس البديل ديفيس والكروس باريس سان جيرمان تلعب نيمار ونوير في المتابعة راح مبابي خطيرة خطيرة جول وضعية تسلل على الدائرة الأيمن داكبا تمشي كرة العرضية جول 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 تشوبو موتينغ هم ابن الدار دخول ديفيس ودخول كذلك بواتين تصحيح بعض الكومان هنا مترابطة ثلاثية العرضية ونيمار خاصة أمام الأندية الكبيرة هنا كورة نافاس يجيب نوير ونافاس مرة أخرى يا نافاس يا نافاس أمام بافار نسو تماما وحيدا يبحث عن تأكيد بالأهداف وصاني ممكنه هرب مبابي هرب مبابي شد مبابي هرب مبابي جول مبابي يا مبابي يا مبابي سعد كالعادة صاحب الاختصاص كيميش يرفع كورة جول
البافاري يسجل هدف التعادل. البافاري يعود من بعيد. البافاري بعد ما هرب مبابي، انزل مبابي، ادخل مبابي، سدد مبابي، جول. مبابي يسجل من جديد. مبابي عاد من جديد. كرة وفيها جول، فيها جول، فيها جول. ميسون ماونت جول، ميسون ماونت جول. وتشيلسي في قلب المدينة الأندلسية يفتتح التسجيل للفريق اللندني بلمسات الساحل. فيها جول، شيلوال جول، رائع. هدف ثاني لفريق تشيلسي. الضربة القاضية. باي باي، مع السلامة بوردو. عفوة دفاعية قاضية.